عملية مرحبا. ربط موانئ طنجة بمنطقة جبل طارق الوقت الذي لا تبدو فيه عودة الربط البحري بين المغرب وإسبانيا قريبة، مع بقاء أقل من 4 أشهر على موعد انطلاق عملية مرحبا 2022. بدأت تلوح في الأفق مقترحات أخرى قد تصبح بديلا للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، وحتى للأشخاص الراغبين في التنقل بين ضفتي المتوسط بشكل أسرع، وذلك من خلال ربط موانئ طنجة بمنطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا. أهو الأمر الذي توصلت به الحكومة كمقترح من البرلمان، ووجه حزب الأصل والمعاصرة المشارك في الأغلبية الحكومية عن طريق البرلماني عن دائرة طنجة أصيلة عادل الدفوف مراسلة لوزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، يقول فيها إن فتح خط بحري يربط ميناء طنجة المدينة بجبل طارق أصبح مطلبا جد ملح للجالية المغربية المنحدرة من المنطقة، بالإضافة إلى حاجة السوق السياحية الكبيرة التي تتميز بها مدينة طنجة والأقاليم المجاورة، ولما تزخر به المدينة من إمكانات متنوعة تجعلها محط اهتمام وذات أهمية كبرى للسائح الأوروبي.